أهلا بكم. لماذا جوبها تظاهرات العراقيين بالحديد والنار وبأساليب وبأدوات قمعية وبالقتل وقطع الإنترنت ومنع التجول التي لا تمت للنظم الديمقراطية بصلة؟ مصادر مطلعة كشفت عن تشكيل غرفة عمليات إيرانية في بغداد لبحث سبل قمع التظاهرات الشعبية عبر اغتيال الناشطين، بينما هدد رئيس هيئة ميليشيا الحشد فلاح الفياض بما سماه القصاص الرادع وعدم التساهل مع المتآمرين. لماذا يعمد زعماء الميليشيات المدعومة إيرانيا في العراق إلى شيطنة الحراك الشبابي وربطه بالأجندات الخارجية؟ نسلط الضوء في هذه الحلقة على التظاهرات في العراق وتداعيات مواجهتها من قبل الميليشيات والقوات التابعة للحكومة بالقتل والدم. كونوا معنا. المهدي وميليشياتها على المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة ومحاربة الفساد لتقتل العشرات وتصيب الآلاف بجروح خطيرة فضلا عن آلاف المعتقلين. الحكومة في بغداد تذرعت بوجود مندسين يسعون لإخراج الأمور عن السيطرة لتبرر استخدامها للعنف المفرط ضد المتظاهرين، ولتغطية العنف المتصاعد قطعت الاتصالات وفرضت حظراً للتجوال للحيلولة دون تواصل المتظاهرين ومنع خروجهم إلى الشوارع والميادين. حالة التأهب القصوى التي أعلنتها الحكومة لم تجد نفعاً مع اتساع موجة الاحتجاجات لتشمل مناطق جديدة رافقها اقتحام وإحراق مقرات أحزاب وقوى سياسية. خطاب عبد المهدي المسجل لم يجد الصدى عند المتظاهرين الذين أكدوا أن الوعود الحكومية لم تعد تعنيهم، لا سيما وأنها جاءت بالتزامن مع عمليات اعتقال واسعة في بغداد طالت آلاف المتظاهرين، بالإضافة إلى قطع الطرق الرئيسة في العاصمة وتعطيل الدوام الرسمي. الحكومة في بغداد أصدرت بياناً شكرت فيه قوات الأمن على ما سمته تعاملها الإيجابي مع الأحداث الجارية على الرغم من عمليات القتل ضد المتظاهرين. التظاهرات لم تتبناها أي جهة سياسية أو دينية، ولم تستطع حتى الساعة ركوب موجتها كما جرى في مرات سابقة. منظمة العفو الدولية قالت إن على الحكومة التوقف حالاً عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين. وقد دعا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك إلى إجراء تحقيق بشأن سقوط ضحايا خلال الاحتجاجات في العراق. صحيفة إيل بريطانية قالت إن الحكومة في العراق تسعى لإخماد الانتفاضة الشعبية الحاشدة عن طريق فرض حظر التجول والتعتيم على الإنترنت، وأكدت أن الاحتجاجات التي قوبلت برد شرس من السلطات هزت بغداد وامتدت إلى المناطق الجنوبية في البلاد. مصادر مطلعة كشفت عن تشكيل غرفة عمليات إيرانية في بغداد لبحث سبل قمع التظاهرات الشعبية عبر اغتيال الناشطين، كما حدث في اغتيال الناشط حسين عادل وزوجته الذين اغتيلا في البصرة، وكذلك عن طريق شيطنة هذا الحراك الشبابي وربطه بالأجندات الخارجية. إذن نسلط الضوء مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة على التظاهرات في العراق وتداعيات مواجهتها من قبل الميليشيات والقوات الحكومية بالحديد والنار. ورحب بضيوفي في الحلقة. ضيفي في الاستوديو الدكتور مثنى عبد الله الباحث والمحلل السياسي العراقي، مرحبا بك. مرحبا. وأرحب بضيفي الأستاذ أحمد الجميلي الصحفي العراقي، انضم معنا عبر الهاتف من بغداد. أستاذ أحمد مرحبا بك. أستاذ أحمد الجميلي مرحبا بك. وأرحب أيضا بالأستاذ علي المقدام الناشط الحقوقي من بغداد، مرحبا بك أستاذ علي المقدام. أهلا وسهلا. أهلا بكم ضيوفي الكرام. إذن أبدأ معك أستاذ مثنى عبد الله، يعني بطبيعة الحال تظاهرات أنتم يعني تتابعون مجرياتها الآن. صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية وصفت التظاهرات العراقية الحالية بأنها الأقوى منذ احتلال العراق عام 2003. تم قتل أكثر من 100 عراقي في غضون 6 أيام على يد الميليشيات والقوات الحكومية استخدم فيها العنف المفرط على هذا النحو. هنا وصفت أيضا أن هناك فشلا حكوميا في جميع مفاصل الدولة. كيف تصف مجريات التظاهرات الحالية في العراق؟ شكرا جزيلا على كرم الاستضافة. يعني أنا أعتقد بأنه ما يجري اليوم في الحقيقة في العراق هو سببين. السبب الأول هو فائض الغضب
والسبب الثاني هو الإحباط. يعني لو نظرنا إلى منذ تشكيل الحكومات العراقية منذ عام 2005 وحتى اليوم، كانت كل حكومة تأتي لتنقض ما فعلته السابقة، وبالتالي تقول بأنه يعني هذه الحكومة القادمة هي التي سوف تحقق الفردوس للعراقيين. ورأينا بصورة واضحة كيف كانت تطلق الآمال والطموحات والأحلام وتحقيق كل شيء للعراقيين، ثم في رمشة عين نجد أنه بعد مرور فترة 4 سنوات أو 8 سنوات كما مرت على حالة نور المالكي وغيرها، نجد بأنه المواطن العراقي ليس في يديه أي شيء مما قد قيل، وبالتالي هذا عزز عامل الإحباط لدى خصوصا فئة الشباب التي تقدر بحوالي نحو 28% من مجموع الشعب العراقي. ووجدنا بصورة واضحة كيف أنه الشاب العراقي أصبح اليوم خريج يحمل بكالوريوس في وماجستير ودكتوراه في اختصاصات جيدة وعلمية، لكنه يحاول أن يسد رمقه بواسطة الوقوف في تقاطعات الطرق لبيع بعض الأشياء البسيطة، وهذا في الحقيقة إهدار لثروة البلد أولا، وإهدار لطموحات هذا الإنسان، وبالتالي الحكم عليه بالموت في الحقيقة، لأنه عندما تقضي سنوات طويلة من العمر في موضوع الدراسة والتعليم لتحصيل العلم، وبالتالي تأتي وتجد نفسك أنك غير قادر على تطبيق أي شيء مما تعلمته، وغير قادر على الحصول على أي شيء مردود لك إيجابي، هذا في الحقيقة أدى إلى فائض غضب. يعني لو نظرنا إلى العملية السياسية منذ بدايتها وحتى اليوم، كانت هناك تظاهرات، لم تكن العملية السياسية سليمة وهادئة منذ بدايتها وحتى اليوم، كانت هنالك بين فترة وأخرى نجد بين هنالك انتفاضات شعبية عارمة تمر على البلد، لكنه اليوم في الحقيقة في هذه الظروف وفي هذه السياق الجديد من التظاهرات يعطي صورة واضحة عن أنه أصبح هنالك فائض من الغضب لدى المواطن العراقي، وأصبح غير قادر على استحماله، بمعنى أنه هذه القطرة التي أفاضت الكأس الأخير في الحقيقة، وبالتالي أصبح من غير المنطقي السكوت. يعني العراقيين هم جزء من المنظومة الإنسانية، والمنظومة الإنسانية ترفض الظلم والإقصاء والتهميش والجوع والبطالة، وبالتالي من غير المنطقي أن يبقى الإنسان العراقي صامتا أمام كل هذه. يعني العالم عندما ينظر إلى المواطن العراقي في هذه الظروف كان يتساءل، كثير من الناس كانت تسائلنا وتقول هل من المعقول أن يبقى المواطن العراقي صامت لهذه الفترة كلها، وتقرير البنك الدولي يقول دخلت إلى ميزانية العراق تريليون دولار منذ عام 2005 وحتى اليوم. يعني أصبح الموضوع لا يمكن السكوت عليه، وهذا سبب لخروج المتظاهر. نعم، أرحب بسيد أحمد الجمالي الصحفي العراقي. أستاذ أحمد مرحبا بك. أهلا ومرحبا. أستاذ أحمد، المرصد العراقي لحقوق الإنسان أكد استشهاد أكثر من 120 متظاهرا وإصابة الآلاف برصاص الحي على يد القوات الحكومية والميليشيات أيضا منذ انطلاق التظاهرات في بغداد. من يتحمل المسؤولية عن كل هذه الدماء وهذه الضحايا؟ بالتأكيد يعني نحن لا ننتظر من الحكومة أن تشير بأصابع الإتهام إلى بعض الضباط العسكريين وبعض القيادات المنحرفة فيما يسمى بالحج الشعبي وجهاز الأمن الوطني من الذين قادوا عمليات طمع المتظاهرين بشكل منظم، وذلك بنشر القناصين وأيضا بإنزال قوات عسكرية من أجل القيام بعملية طمع المتظاهرين. كلنا شاهدنا يوم أمس المؤتمر الصحفي الهزيل الذي خرجت فيه وزارة الدفاع العراقية وكذلك وزارة الداخلية، كيف أنهم قاموا بإطلاق الكذب بحق المتظاهرين، فساعات يتهمونهم بأنهم مندسون وبأنهم يتبعون لجهات تحاول تخريب البلد، وبعد قليل يقول بأن الذين أكلوا يتم حسابهم شهداء وتصرف لهم امتيازات ومكافآت لذويهم.
فإذا الحكومة ماضية في كذبها وماضية في غيها ومستمرة بعملية قمع المتظاهرين وكذلك إسكات الإعلام الحر الذي يحاول فضح ما يحدث من مد في حق المتظاهرين. اليوم هنالك أنباء تشير إلى قيام الأمن الوطني والحشد الشعبي ميليشيات الحشد الشعبي بإصدار قائمة تضم أكثر من 100 اسم هي للإسلاميين وكذلك للناشطين شارك في مرات واحد زيران وما تلاه من أكبر. هذا يدل على أن الحكومة ماضية بنهجها ولن تتحمل المسؤولية على الرغم من كمية الأدلة وكمية مقطع الفيديو والصور التي أثبتت بالدليل القاطع أن الأجهزة الأمنية القمعية الحكومية هي التي قتلت المتظاهرين في دم بارد. نعم، ابقى معي أستاذ أحمد الجميلي. أرحب بالأستاذ علي المقدام الناشط الحقوقي. أستاذ علي مرحبا بك. أستاذ علي تسمعوني؟ إذا إلى أن يتم تأمين الاتصال بالأستاذ علي المقدام الناشط الحقوقي يعود إليك دكتور مثنى. يعني دكتور مثنى عبد الله، أكثر أو قيام الحشد الشعبي بنشر قائمة بالمطلوبين، ربما هذه القائمة ليست الأولى وستترى قوائم أخرى كلها في سبيل يعني إلقاء القبض على من يطالب بحقه كإنسان. تهديد رئيس هيئة ميليشيا الحشد فلاح الفياض بما سماه القصاص الرادع وعدم التساهل مع المتآمرين، يعني هل أصبح المطالب بحقه متآمرا؟ يعني أكو حقيقة في يعني بالواقع السياسي العراقي كافة الطبقة السياسية الموجودة في الحقيقة كانت تعتقد بأنها هي يعني أسست لشبه جمهورية أفلاطون في العراق، وبالتالي كانوا يعتقدون بأنه يعني الأمن والعدالة وكل شيء هو ملك في يديهم ويوزعه على من يشاءون، لكنه في الحقيقة اصطدموا بواقع جديد. هذا الواقع يقول بأنه كلما جاءوا به منذ وصولهم إلى سدة الحكم وحتى اليوم كان لمصالحهم الشخصية ولمصالح أحزابهم وميليشياتهم وأتباعهم وأنصارهم، وبالتالي تركوا النسبة الأكبر من الشعب العراقي على قراعة الطريق. الجوع يعني اليوم عندما يكون هناك بحدود 25% تحت خط الفقر و 17% من البطالة في العراق، وكما تعلم حضرتك بأنه العراق موجود على قائمة الفساد المالي أيضا أصبح العراق سوقا للمخدرات وانتشار المخدرات. هذا صحيح. هذا اليوم هذه التظاهرات صدمت الجميع، صدمت الطبقة السياسية وأعطتها قيمتها الحقيقية، أنه أنتم غير قادرين على قيادة هذا البلد وغير قادرين على تحقيق أي شيء لهذا البلد، وبالتالي عليكم الرحيل. الطبقة السياسية كالإنسان عندما يشعر بالخوف يحاول أن يستخدم كل قواه، كل ما بيده من قوة، وهذه الطبقة السياسية تعتقد بأنه اليوم في هذه اللحظة أصبحت استخدام القوة هو استخدام شرعي للدفاع ليس عن الشعب العراقي، عن بقاء الحكومة وإنما للبقاء على مناصبهم وكراسيهم، وبالتالي استمرار العملية السياسية التي نجدها اليوم. أيضا هنالك عامل آخر، أنه كافة الطبقة السياسية مرتبطة بحاضنين إقليميين ودوليين، وبالتالي اليوم أصبحت مصالح الحاضنين الإقليميين والدوليين مهددة بفعل هذه الانتفاضة، وبما أنه هؤلاء مجرد دمى لأولئك فأصبح الضغط عليهم لفك هذه الأزمة. لكنه في الحقيقة هذه الأزمة أنا لا أعتقد بأنه على المدى المنظور يمكن أنه تحل، لأنه حلولها مرتبطة بوجود هذه الطبقة السياسية. هذه الطبقة السياسية هي من أنجزت ما موجود اليوم من أزمات على الواقع العراقي، على الواقع العراقي، وبالتالي هذه الأزمات لا يمكن أن تحل إلا برحيل هذه الطبقة السياسية. نعم. عاد معنا الأستاذ علي المقدام الناشط الحقوقي. هل تأمن الاتصال بالأستاذ علي؟ أستاذ علي تسمعوني؟ أسمعك عزيزي. أهلا بك أستاذ علي. أستاذ علي، يعني
من خلال يعني متابعتك لمجريات وأحداث التظاهرات في العراق، هناك حاضنة إقليمية تحدث عنها دكتور مثنى عبد الله للمستفيدين من العملية السياسية وللميليشيات الموجودة والتي تقوم بقمع المتظاهرين. للحديث عن ذلك يعني وتهديد رئيس هيئة ميليشيا الحشد فالح الفياض ووصفه للمتظاهرين بالمتآمرين، يعني إلى أي مدى ترى أنه ينطبق مع حديث الحاضنة الإقليمية مثلما أن علي خامنئي المرشد الإيراني وصف الانتفاضة أيضا عبر تغريدة له على موقع تويتر بالمؤامرة، وقال بأن الارتباط ما بين العراق وإيران ارتباطه يزداد قوة يوما بعد آخر، ماذا يعكس ذلك من وجهة نظرك؟ هي مؤامرة، هي مؤامرة للمعاناة، هي مؤامرة للجوع، هي مؤامرة للشباب. يعني نعم أستاذ علي أسمعك. مشكلة أنا أسمعني عزيزي؟ نعم أسمعك أكمل عزيزي. مشكلة مو مشكلة اليوم ولا مشكلة الأمن، هي مشكلة 15 عام، مشكلة 15 عام الحركات السياسية. يبدو أن هناك خللا أيضا في الصوت أستاذ علي المقدام، سيتم الاتصال بكم مرة أخرى وحبذا لو غيرت مكانك لو سمحت. إذن متواصلين معكم مشاهدينا الكرام، بالعودة إلى الأستاذ أحمد الجميلي الصحفي العراقي. أستاذ أحمد الجميلي، السؤال إليك يعني إلى أي مدى ترى أن الحاضنة الآن للمستفيدين من العملية السياسية في العراق الميليشيات الموجودة الآن تشعر بالقلق مما يجري من هذه التظاهرات؟ نعم بالتأكيد، يعني رسالة التظاهرات وكذا روسهم داخل المنطقة الخضراء بدليل أنهم ما زالوا يفرضون إجراءات عسكرية مشددة، فهذه المنطقة الخضراء ما زالت الآلاف مع نصر القوات الأمنية والميليشيات تقوم بحراسة المنطقة الخضراء ليل نهار، وايضا قيامهم باغلاق شبكه الانترنت ومنع العالم من ان يتواصل مع ما يجري في العراق، وقيامهم كذلك بارسال قوات وميليشيات بعض القنوات المحليه التي ساهمت بتغطيه التظاهرات، انما هو دليل على ان هذه الطغمه الحاكمه قد المها ما حدث من حراك شعبي وهدد مستقبلهم في الحكم وهدد لهم في استمرار نهب وتدمير وتسليم العراق على اساسها. لذلك التظاهرات قالت كلمتها وما زالت مستمره على الرغم من تنميه التعتيم بعدم. هنالك اليوم في بغداد العديد من المناطق ما زالت منتقبه بدليل ان القوات الامنيه في هذه اللحظات تحاصر منطقة مدينة الصجر وكذلك. نعم. بالإضافة إلى قيام كما ذكرت قبل قليل بتهديد بعض الناشطين والإعلاميين بمذكرات إلقاء قبض تحت طائلة أربعة إرهاب. نعم. أستاذ علي المقدام عدت إلينا مرة أخرى. معك عزيزي. نعم تسمعني جيدا. يعني بالتأكيد هناك تهديدات للمتظاهرين من قبل رئيس هيئة ميليشيا الحشد، وأيضا هناك تهديدات يعني ميليشيات نزلت إلى الشارع، ميليشيا الخراساني، ميليشيا العصائب، وميليشيا بدر التابعة للحشد والنجباء. يعني هناك أنباء عن اعتقال حتى الجرحى من داخل المستشفيات وكذلك اغتيال الناشطين بدم بارد واستهداف المتظاهرين. هذه التهديدات إلى أي مدى ترى أنها يعني أحدثت واقعا في صدور المتظاهرين أم أنهم عازمون على تظاهراتهم والاستمرار فيها؟ طبعا هي حملة الاعتقالات، أنا ما أود أوجه الاتهام لأي جهة. الاعتقالات مستمرة حسب ما قلت صحيح. أنا لي تواصل مع فريق الهلال الأحمر في عدد مستشفيات، مستشفى الشيخ زايد ومستشفى كندي ومستشفى جبل العقبية، يعني صحيح المستشفيات يعتقلون حتى الجرحى. إضافة إلى ذلك تهديدات كثيرة طالت كثير من الناشطين والصحفيين والكتاب الذين تضامنوا مع التظاهرات والاحتجاجات والذين خرجوا مع الاحتجاجات.
يعني ما اعرف السلطه قطعت الانترنت وحضرت التجوال واستخدمت ما خلت سلاح متوسط او خفيف ما استخدمته بقمع الاحتجاجات. يعني من 6 ايام السلطه قطعت الانترنت وعزلتنا عن العالم وما تركت سلاح خفيف او متوسط الا وواجه الشباب كان متظاهر به. سقطوا الشهداء وسقطوا الجرحى وقتلنا النساء بمنازلهن بسبب الرمي العشوائي اللي استخدمه السلطه في الاحتجاجات. الاحتجاجات اللي تطالب بأصل حقوق الحياة والكرامة، الكرامة التي تسحق الآن سلاح السلطة وعنف المفروض. السلطة ورفعتها لاحقا، لكن ما زال قطع الإنترنت مستمر، وتلاحق والآن تلاحق أي تجمع تراه قد يتحول إلى تظاهرة. السلطة وميليشياتها تتبادل الأدوار، بقمع احتجاجاتنا والدم يسقط. بغداد معزولة قسرا، وتعرف انه هذه مؤامره، هي ما اعرف مؤامره ايش، ما اعرف مؤامره شنو بالضبط. يعني استاذ علي، الحكومه دائما ما يعني تطلق يعني وتقول بان هناك جهات جالسه للتفاوض مع رئيسي مجلس النواب محمد الحلبوسي او مجلس الوزراء عادل عبد المهدي. الى اي مدى يعني ترى ان هذا الامر هو امر دقيق وصحيح وموجود فعلا على الارض؟ هل هناك فعلا وفود للتفاوض من قبل المتظاهرين؟ بعض الاشخاص اللي جالسين مع رئيس الوزراء ومع رئيس مجلس البرلمان عهدناها من قبل لا تمثل التظاهرات باي صله، لا تمثل المتظاهرين باي صله. في شخص يمثلون العراق باسمائه في ساحات التظاهر؟ طيب ابقى معي استاذ علي، ابقى معي سيد علي. بالعوده اليك دكتور مثنى، يعني لماذا تطلق الحكومه شائعات بان هناك جهات للتفاوض مع رئيسي مجلس النواب والوزراء مع ان المتظاهرين ينفون ذلك؟ يعني انا اعتقد هو هذا احد اسلوب لاحداث بعض الخلل والفجوات داخل المتظاهرين ولخلخله الوضع العام، وبالتالي تستخدم الحكومه هذه الوسيله لمحاوله جذب الآخرين ولمحاولة زرع انعدام الثقة ما بين المتظاهرين. كما تعرف حضرتك أنه المتظاهرين ليسوا من طيف واحد وإنما من أطياف مختلفة، وبالتالي هي تحاول اللعب على ورقة أنه ممكن أن يكون هنالك زعزعة بالثقة ما بين المتظاهرين، وبالتالي نقل الخلاف ويصبح خلاف جانبي وليس خلاف مع السلطة. هذا في الحقيقة أحد الأساليب التي مورست ضد المتظاهرين منذ التظاهرات السابقة بالأعوام السابقة. كان هذا الحال أيضا يجري بهذه الطريقة، وهي واحدة من الطرق التي تستخدمها الأنظمة الدكتاتورية في الحقيقة وليست الديمقراطية لزرع الخوف ولزرع انعدام الثقة داخل المتظاهرين. تمام. بالعودة إليك أستاذ أحمد الجميلي، يعني الظروف متشابهة ربما إلى حد ما، ما هي وجهة نظرك فيما يخص يعني التظاهرات التي جوبهت بالحديد والنار قبل سنين في ساحات العزة والكرامة التي طالب فيها العراقيون بحقوقهم وباسترداد كرامتهم، والتظاهرات الحالية التي تتشابه في مطالباتها؟ نعم، أساليب الطغاة عادة ما تكون متشابهة. لطالما خرج العراقيون منذ عام 2003 وحتى هذه اللحظة خرجوا بتظاهرات عديدة يطالبون بأبسط حقوقهم في العيش بكرامة ولا يكون العراق تابعا. عادة ما جوبهت هذه التظاهرات بطمع وباستخدام الرصاص الحي من أجل تهني المتظاهرين عن مواصلة تظاهرهم، كما حدث في الحويدي وفي الفلوجة وفي الرمادي وفي ما حدث في هذه الحقيقة هو شيء مميز جدا، ذلك لأن هذه التظاهرة نستطيع أن نسميها هي تاج التظاهرات وهي تاج الاعتصامات، كونها خرجت في وقت أحبط فيه الشعب العراقي من أي حصر، وكونها خرجت من رحم الشارع العراقي الشعبي ولم توجهها الجندات، لم يقودها لا علماني ولا معمم جهة سياسية أخرى. لذلك تظاهرة 21 هي تظاهرة مميزة وفي ضمن
نضال الشعب العراقي من اجل الخلاص من هذه الحاكمه. وقد برهنت هذه التظاهرات على ان الشعب حي، وان الشعب العراقي لا يختلف عن الشعب المصري الغيور وكذلك الشعب التونسي والجزائري، بل ان وتطلعاتهم واحده. ابقى معي استاذ احمد الجميلي، ابقى معي لو سمحت، انتقل اليك استاذ علي المقدام الناشط الحقوقي. يعني الان يعني صحيفه الاندبندنت البريطانيه ذكرت ان التظاهرات في العراق تنذر بثوره تدفع بعهد ما بعد احتلال العراق الى الانهيار. يعني هل لك ان تنقل لنا يعني من يعني نبض الشارع وزخم هذه التظاهرات، هل هي فعلا مثل ما تتحدث وسائل الاعلام الغربيه؟ التظاهرات هي حقيقه بدون مبالغه هي مستمره لحد هذه اللحظه، خصوصا وايضا في المحافظات الجنوبيه تظاهرات مستمره بدون توقف. يعني قطع الانترنت وزادها زخم، هو زخم. يعني من وجهة نظرك يعني هي التظاهرات لم تتبناها جهة سياسية أو دينية مثل ما تفضلتم؟ هنا المشكلة أنه الحكومة تواجه المتظاهرين بالحديد السبب أنه الخوف. الحكومة خائفة من هذه الأعداد الهائلة، خائفة من هذه الانتفاضة الشعبية، من هذه الثورة الشعبية، ثورة المعاناة، ثورة 15 سنة. يعني هي ليست بوجه عبد المهدي وليست بوجه الحكومه الحاليه، هي مشكله من 15 عام. مشاكل متراكمه، فساد متراكم، عقود متراكمه، تغييب للشهاده، تغييب لطالب العلم، تغييب للمناطق المنكوبه، اهمال في الصحه، اهمال في التعليم، اهمال في كل شيء. فمثل ما قال احد ضيوفك الكرام، هذه هي القطره التي فاضت بالفاس. يعني الغضب لا يمكن انه يعني انه يتحمل الشارع العراقي، لا يمكن ان يتحمل في قلب كل عراقي، في قلب كل شاب عراقي انفجار داخله. وهذا الانفجار انفجر في 1 اكتوبر. هذا الانفجار سوف يحرق الحكومه الحاليه بكبرها وبيابسها، استمرت على فسادها، اذا استمرت على القمع الذي اتجه به الاحتجاجات العراقيه. على انا استغرب من هذه الاتهامات، يقولون كانوا تابعين. ابقى معي استاذ علي لو سمحت. بالعودة إليك دكتور مثنى، يعني الفاعل الأمريكي ورؤيته إلى التظاهرات في العراق، حتى أن العراقيين الموجودين في الولايات المتحدة تجمهروا وتظاهروا أمام البيت الأبيض، يعني منددين بالقمع الحكومي وأساليب القتل الوحشي المستخدمة من قبل الميليشيات والقوات الحكومية ضد المتظاهرين. لماذا نرى أن هناك يعني مثل ما لدينا من أنباء اتصالا هاتفيا ما بين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أجري مع عبد المهدي رئيس الوزراء يؤكد دعم واشنطن لما وصفها جهود الحكومة في بسط الأمن أو في تعزيز الأمن؟ كيف يرى الفاعل الأمريكي لمجريات التظاهرات في العراق بأي من أي زاوية وبأي عين؟ يعني سواء الفاعل الأمريكي أو الفاعلين الدوليين الآخرين في الحقيقة ينظرون إلى مصالحهم على الأرض، لا تهمهم موضوع أنه ثورة شعب أو انتفاضة شعب أو ما شكل ذلك. الفاعل الأمريكي يعرف جيدا بأنه هذه التجربة هي نتاج تدخله على أرض الواقع، وبالتالي هو اليوم على الرغم من أنه أصبح الفاعل الإيراني هو الفاعل الأكثر على الساحة العراقية، لكنه هنالك أيضا مصالح أمريكية في هذا البلد وعلى أرض الواقع. يوجد هنالك بعض الساسة الذين ينفذون الأجندة الأمريكية على أرض الواقع، وبالتالي أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية لديها إحساس بأنه أي خلل في منظومة الحكم المتواجدة حاليا قد تطيح بمصالحها في العراق على حساب مصالح إيران أو على مصالح قوى دولية أخرى، وبالتالي هي تحاول أن تكون يعني معينا إلى هذه الحكومة، وتحاول أن تظهر بأنه هي في الحقيقة
بمساندة السلطات الحاكمة. الولايات المتحدة الأمريكية تاريخيا لم نعرف في الحقيقة خلال تاريخ السلطة الأمريكية أنه وقفت إلى جانب شعب من الشعوب، بالعكس هي كانت ضد الشعوب. رأينا كيف أنه كان عندما كانت هنالك السيطرة الكاملة لديهم على أرض الواقع في العراق، كيف تعاملوا مع الإنسان العراقي، وكيف هانوا الإنسان العراقي، وكيف همشوا واعتقلوا وقتلوا. وبالتالي أنا لا أجد بأنه موقف وزير الخارجية الأمريكي أو غير مسؤول أمريكي آخر عندما يتصل بالحكومة العراقية ويشد على يد الحكومة العراقية ويساندهم أنه هذا ليس غريبا في الحقيقة في التحليل السياسي، لأنه كما قلت بأنها هي تجربة نتيجة تدخلهم، وبالتالي هم يحاولون اللعب على مصالحهم في هذه المنطقة. يعني لو تصورت بأنه الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتخذ موقفا حادا ضد الحكومة العراقية مع الشعب العراقي، كيف سيكون التوجه الإيراني في هذه في هذا في العراق؟ لذلك هي تسعى إلى موضوعة موازاة النفوذ الإيراني في العراق، وهذا هذه الموازاة تتطلب منها أن تكون حساسة، والتعامل في موضوعة التعامل مع الحكومة العراقية حتى لو كان على حساب الشعب العراقي. يعني السفير الأمريكي الموجود في بغداد دائما يشيد بخطوات الحكومة، ونسمع بأنه هو في زيارات متكررة إلى الوزراء وإلى المسؤولين في السلطة العراقية، وهذا دليل على أن هناك ارتباط في الحقيقة، ارتباط مصالح ما بين الطرفين. ليست مستعدة الولايات المتحدة الأمريكية بعد انحسار نفوذها في العراق وإعطائه لإيران أن تفقد الجزء الأخير من نفوذها في العراق. لذلك أنا لا أراهن في الحقيقة على لا موقف الولايات المتحدة الأمريكية ولا حتى الاتحاد الأوروبي ولا حتى بقية الدول الغربية، لأنه واضح هنالك تزاوج مصالح مع هذه الطبقة السياسية. وهنالك حتى في موضوعة الفساد المالي الموجود في العراق، هنالك جهات دولية وأقليمية مستفيدة من هذا الموضوع، وأصبحت الطبقة السياسية هي فرصة استثمار للآخرين. أستاذ أحمد الجميلي، إلى أي مدى تتفق مع أن هناك جهات دولية من مصلحتها أن يبقى العراقي مسلوب الحقوق، وأن يبقى هكذا لا يستفيد من نفطه ولا يستفيد من ما موجود من خيرات على بلاده، وأن الأمريكيين عندما دخلوا العراق عام 2003 خلفوا حكومات من يطالبها بحقه تقوم بمواجهته بالحديد والنار؟ إلى أي مدى تتفق مع ذلك؟ انقطع الاتصال بالأستاذ أحمد الجميلي، سيتم معاولة الاتصال به مرة أخرى. السؤال إليكم أستاذ علي المقدام الناشط الحقوقي، إن كنت تسمعني. أسمعك عزيزي. يعني الدولية والإقليمية، لأن يبقى العراقي مسلوب الحق، ليبقى العراقي مسلوب الكرامة، ليبقى العراقي في فترات الجوع والألم والتفاق، لكن يبقى الصوت الأقوى برأيي. يعني حسب ما أعداد الناس اللي خرجت، الصوت الأقوى هو صوت الشباب العراقي اللي سحق بأقدامه، سحق الدين السياسي المزيف، الإسلام السياسي المزيف، اللي سحق الفاسدين، اللي سحق كل أي ثم بتمثيل الشباب الآن واعي للعبة، يعرف قوانين اللعبة ويعرف قواعد اللعبة، وكان دليل اللي حصل خلال هذه الأيام في يوم الاحتجاجات. ابقى معنا أستاذ علي إذا لو سمحت. علي المقدام الناشط الحقوقي ابقى معنا. عاد إلينا الأستاذ أحمد الجميلي الصحفي العراقي. أستاذ أحمد مرحبا بك مرة أخرى. مرحبا بك أستاذ أحمد. ماذا قدمت أو ماذا قدم الاحتلال الأمريكي للعراقيين حينما كان قبل عام 2003 ينادي بعراق ديمقراطي؟ الاحتلال الأمريكي هو أساس البلاء الذي يعني أصاب العراقيين منذ عام 2003. يكفي الاحتلال الأمريكي من عار وتنار أنه
جاء بهذه الشلة الفاسدة وسلطهم على رقاب العراقيين وسلمهم زمام حكم البلد من أجل أن يكون بعد ذلك البلد مطية لاحتلالين أمريكي وآخر إيراني فارسي. اليوم على الرغم من كمية التظاهرات الشعبية والانتفاضة الشعبية التي وصل صداها إلى أقصى العالم، نجد أن الإدارة الأمريكية تلتزم صمت، والرئيس الأمريكي منشغل بالاستجواب في الكونغرس الأمريكي أكثر من انشغاله بما يجري في العراق. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على جهل كبير، ذلك لأن هو أساس استقرار المنطقة، وأن الزلزال الذي أصاب الشرق الأوسط قد بدأ منذ عام 2003 عندما دخل الاحتلال الأمريكي للعراق، وعندما أيضا حصلت الأحداث الطائفية في العراق والتي انتقل فيروس الطائفية إلى بقية المدن والدول العربية. اليوم نشاهد أن الإدارة الأمريكية ومستغيها ومستمرة في تهديدها وتوفر الغطاء الشرعي والغطاء السياسي لهذه الحكومة التي أثبتت بالدليل القاطع أنها حكومة ميليشياوية يقودها سلة من القتلة والمجرمين الذين لم يتوانوا في توجيه أسلحتهم وقتل شباب عزل كان ينادي بأبسط حقوقه في شوارع بغداد. أستاذ مثنى عبد الله، في ردود فعل دولية دبلوماسية دعت الخارجية الفرنسية السلطات في بغداد إلى وقف العنف ضد المتظاهرين. أيضا الأمم المتحدة يعني تشعر بالقلق من العنف المفرط الذي تنتهجه الميليشيات والقوات الحكومية ضد المتظاهرين في العراق. الأمم المتحدة أيضا دعت إلى إجراء تحقيق بشان من سقط من الشهداء أو سقطوا ضحايا وجرحى بسبب هذه الأعمال على لسان ستيفن دوجاريك. كيف تقيم الموقف الأممي؟ ذكرت قبل قليل أنك لا تعول على موقف دولي، ولكن هل من الممكن أن يكون هذا عاملا من العوامل التي تؤدي إلى إيقاف العنف تجاه عزل يواجهون ترسانة عسكرية رصاص حي؟ يعني في الحقيقة يعني أنا بصراحة شديدة أقول بأنه الملف العراقي أصبح في أسفل القائمة في الحقيقة لأسباب عديدة، لأسباب أنه هنالك في خصوصا في الغرب هنالك فهم على أنه هذه هنالك عملية ديمقراطية في العراق، ويعتقد الغربيين بأن هنالك انتخابات وهذه الانتخابات هي من تفرز السلطة الحالية القائمة، وبالتالي يعتقدون أنه كما الانتخابات موجودة في أوروبا وتفرض يعني تفرز طبقة سياسية هي من تتسلم السلطة في البلاد، يعتقدون بأنه هو هذه الديمقراطية نفسها هي التي الحاصلة اليوم في العراق. هنالك فهم سيء في الحقيقة وخاطئ جدا لما يجري في العراق، هنالك تغييب للحقائق، وهذا التغييب في الحقائق مدفوع بعوامل كثيرة، أحد هذه العوامل هو عوامل اقتصادية وعوامل الصراع لنفوذ في العراق خصوصا. أنت تعرف سيدي الكريم بأن العراق ليس دولة من دول أفريقيا الفقيرة، وإنما هو دولة يحتوي على ثروات كبيرة ولديه مستقبل على مستوى العالم في موضوعات الطاقة وفي موضوعات أخرى، وبالتالي الشركات الأوروبية هي صاحبة الكلمة الفصل، وهي من تضغط على الحكومات، وهي حتى من تحدد في بعض الأحيان سياسات الحكومات اتجاه بلداننا في بلدان الشرق الأوسط وبلدان العالم الثالث. هذا الفهم أزاح الحقيقة في الحق عن أرض الواقع أمام الأوروبيين وأمام حتى الأمم المتحدة. يعني الأمم المتحدة عندما تمسك العصا من الوسط وتتحدث عن أنه قلق أو يعتريها القلق من ما يجري في العراق، هذه لا تستوي إلى ما يجري، لا تستوي إلى مستوى، لا ترتقي إلى مستوى، لا ترتقي إلى مستوى الحدث، لا ترتقي إلى مستوى الجريمة، لا ترتقي إلى مستوى الإقصاء والتهميش والظلم،
والجوع والفقر الموجود اليوم. يعني عندما الفرنسيين وغيرهم بعض الدول الأوروبية تتحدث بنغمة تصالحية مع الحكومة، لأنه هنالك عوامل اقتصادية يجب أن لا نغفل عنها. وأنا أعتقد بأنه موضوع التعويل على الخارج وعلى أوروبا اليوم الحق واضح والباطل واضح، وبالتالي لا يمكن التعويل على الخارج. أنا أعتقد بأنه الشعب العراقي هو شعب حي وشعب لديه خلفية تاريخية وحضارية كبيرة، وهو قادر على تلمس مساره على أرض الواقع، وهو من يحدد مسيرته في الحقيقة بدون الاعتماد على الآخرين، لأنه الآخرين في الحقيقة هم الذين كانوا سبباً في ما يجري اليوم على أرض الواقع. لو وقفت الدول الأوروبية وحتى الأمم المتحدة موقفاً حقيقياً كما تقف مع غيرها من الدول، لو وجدنا بأن هناك الحكومة العراقية لا تستطيع المضي في هذا الأسلوب. بلا شك أن هذه المرحلة هي مرحلة مهمة من تاريخ العراق، حتى أن وسائل الإعلام تحدثت بشأن هذه المرحلة وأن هذه التظاهرات ستغير مجرى تاريخ العراق الحديث. ما المطلوب الآن من القوى المناهضة للاحتلال الأمريكي ولعملياته السياسية خلال هذه المرحلة؟ اللي كما أرى بأنه عدم وجود قيادة يعني معلنة لهذه التظاهرات هو عامل يصب في صالح هذه التظاهرات، وعدم وجود بيانات رنانة من القوى المناهضة للعملية السياسية تضع هذه التظاهرات في نصابها الحقيقي وتحافظ عليها. يعني أنا في رأيي أنه عندما تبقى هذه القوى المناهضة للعملية السياسية بعيدة عن التبني هذه التظاهرات، هو يصب في صالح هذه التظاهرات، لأنه أي تبني لهذه الانتفاضة الشعبية سوف يضر بها، وبالتالي يفتح الباب عليها، فتح نيران جهنم عليها. إذا كانت هذه التظاهرات لم تتبناها جهة سياسية أو دينية، كيف لها من فرص للنجاح؟ يعني على ماذا تعولون؟ يعني أنا أعتقد بأنه الحراك الشعبي بمرور الوقت سوف يفرز قيادة من داخله. يعني كل الحراكات الشعبية في العالم عندما لا تتبناها جهة محددة ولا لا تقف في ظهرها قوة خارجية أو داخلية، هي قادرة على إنجاب، لأنه هذا الوعي الذي يدفع هؤلاء الشباب للخروج يعني قادر على إنتاج قيادة يمكن أنه تكون هي في الحقيقة رأسة الرمح أمام الآخرين، وبالتالي هي يجب لكل انتفاضة شعبية تكون هناك قيادة لكي تضع البرنامج الأساسي لها، وبالتالي لديها القابلية لمفاوضة الآخرين على مطالبها ومشروعها. أما عدم وجود قيادة لفترة مفتوحة، هذا يعطي الفرصة للآخرين لتخلخلت لتغلغل داخل هذه الانتفاضة، تفريق الانتفاضة، ويعطي لقوى أخرى تبني كاذب في الحقيقة إلى هذا، كما نسمع اليوم بأن هنالك رئيس مجلس النواب أو غيره من المسؤولين العراقيين يلتقي بشخصيات محددة تتبنى قيام هذه التظاهرات، لكنه في الحقيقة لا زالت لحد الآن هي تظاهرات عفوية، لا وجود لقيادة فاعلة، لكنه في نفس الوقت هنالك خطورة على هذه التظاهرات إن بقيت بدون قيادة راشدة. أستاذ علي المقدام، تسمعوني الآن؟ سيد علي المقدام تسمعوني معي الآن؟ يبدو أن الاتصال انقطع بالأستاذ علي المقدام. أستاذ أحمد الجميلي الصحفي العراقي، إذا بقيت هذه التظاهرات من غير قيادة، ما فرص نجاح هذه التظاهرات في ظروف خطيرة تواجه هذه التظاهرات كما تعلمون بالحديد والنار، وأكثر من 100 شهيد سقط في غضون 6 أيام وألاف الجرحى؟ فقدنا الاتصال أيضا بالأستاذ أحمد الجميلي الصحفي العراقي. إذن الآن بالحديث عن تحمل المسؤولية من قبل المجتمع الدولي، المجتمع الدولي في صمته الآن وأمام العالم يضع نفسه في زاوية حرجة. الكثير من البلدان يحدث فيها عمليات تحدث تواجه بالعنف من قبل حكوماتها، ولكن هذا الصمت ألا يجعل المجتمع الدولي أمام زاوية حرجة أمام العالم؟ كيف يمكن له أن يسكت عن هذه المجازر ويكتفي فقط بالتصريحات؟
يعني يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار أنه موضوعة القطبية في العالم في الحقيقة انتهت، يعني عندما كان هناك قطبية داخل العالم وعندما كان هناك تحصل انتفاضة شعبية أو ثورة نجد بأنه العالم يهب من جميع الأطراف لدعم هذه الانتفاضة. اليوم انتهت هذه الحالة. اليوم يعني عندما ترى بأنه رئيس الدولة الأعظم في العالم الولايات المتحدة الأمريكية يلتقي بالرئيس رئيس المصري، وفي نفس الوقت الذي يحدث أثناء اللقاء هنالك تظاهرة في داخل مصر نجد بأنه الرئيس الأمريكي يشيد بالقيادة القوية للرئيس المصري. هذا السياق من الفهم السياسي المعطوب في الحقيقة، هذا فهم سياسي معطوب لدى القوى الكبرى. يعني احنا يجب أن ننظر إلى القوى الكبرى ليست قوى مثالية، هذه القوى تنظر إلى مصالحها وبالتالي مصالحها هو متحدد لها البوصلة. عندما ترى بأنه الطبقة السياسية الموجودة اليوم كلها أتت بغزو أمريكي وبغزو بمساندة الدول الغربية والمجتمع الدولي، أين المجتمع الدولي من هذه الجريمة التي مضى عليها 16 سنة؟ لم يمضي عليها بضعة أيام منذ تشرين، بداية تشرين وحتى اليوم. هذه الجريمة موجودة منذ 16 سنة، لكنه ماذا فعل المجتمع الدولي لنا كعراقيين؟ لا زال العراقيون كما كانوا، ولا زال هنالك الفساد المالي والإداري. وتعرف حتى هذه الدول الكبرى التي لديها بعض السياسيين ممن يحملون جنسياتها هي من تعينهم على فسادهم وعلى. وبالتالي أنا لا أعتقد بأنه الشعوب الحية التي تريد أن تناضل وتصنع حياة حرة كريمة لها يجب أن لا تعول لا على المجتمع الدولي ولا على غيره. القوى الحية هي الشعوب الحية، هي من تنتج النظام السياسي التي تعتقده صالحا لديها. هذا النظام السياسي أصبح من المعيب على العراقيين أن يستمر إلى هذه الفترة منذ 16 سنة، لأنه بقيت صارت هنالك أصوات شعبية في دول أخرى تقول هل من المعقول أنه الشعب العراقي يبقى صامتا عن هذه الطبقة السياسية كل هذه الفترة أمام حجم الجرائم التي حصلت. نعم أستاذ علي المقدام، عدت لنا مرة أخرى الناشط الحقوقي، تسمعوني الآن؟ سيد علي المقدام تسمعوني؟ أنتقل بس. نعم. على ماذا تعول أو على ماذا يعول المتظاهرون الآن في نجاح تظاهراتهم وتحقيق أهداف هذه التظاهرات أمام الآلة التي تمعن فيهم قتلاً؟ لا نعول على أحد عزيزي، المتظاهرون يعولون على الاستمرار. دعني أضيف على يعني تواصلنا مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق اليونان، أتعلم ما كان جوابهم، وتواصلنا معهم بخصوص لقاء أو اجتماع مع المتظاهرين مع المصابين مع الشهود العيان، أجابونا بالرفض. بعثة الأمم المتحدة لمساعدة التي تدعي وحقوق الإنسان المزيف، يعني هذه بعثة الأمم المتحدة رفضت اللقاء بالمتظاهرين ورفضت اللقاء بالجرحى ورفضت اللقاء بالشهود العيان. يعني اللي يحصل الآن في هذه اللحظات، يعني اللي يحصل في هذه اللحظات في مدينة الثورة وفي ساحة الحمزة وساحة المظفر ومدخل البياع هي مجازر حقيقية مؤدية إلى سقوط شهداء. يعني تسألون أن نعول على بعثة الأمم المتحدة؟ أكيد لا نعول على أحد. المتظاهرين يعولون على استمرارهم بهذه الاحتجاجات. نعم. إذن في دقيقة واحدة دكتور مثنى، هل الغيرة العراقية جعلت العملية السياسية في مازق؟ يعني أنا أعتقد بأنه الإنسان العراقي هو من أدخل الطبقة السياسية في قفص الاتهام، أولا بصبره على فترة 16 عاما لأنه أعطى أكثر من فرصة لهذه الطبقة السياسية، كان يعطي الفرصة تلو الأخرى للآخرين ويستمع إليهم، وبالتالي كانت كل البرامج التي يطرحها كل من أتى سواء الحالي ومن وأسلافه كانوا يطرحون برامج
وشعارات فضفاضة لا أساس لها من الواقع، لأنه في الحقيقة لسبب وسيط أنه لا يملكون القرار السياسي ولا يمكن أن يحققون ما يطلقونه. في ختام هذه الحلقة أشكرك شكرا جزيلا ضيفي في الاستوديو دكتور مثنى عبد الله الباحث والمحلل السياسي، وشكرا جزيلا للأستاذ أحمد الجمهري الصحفي العراقي وللسيد علي المقدام الناشط الحقوقي، كانوا معنا عبر الهاتف من العراق. نشكر لكم طيب المتابعة مشاهدينا الكرام، وإلى حلقة قادمة.